اسمع كده معايا، انا قلت ايه في صفقه محمد علي بن رمضان، ولما قلت لك محمد علي بن رمضان يقترب من النادي الاهلي يبقى انا ما بكدبش عليك. اسمع انا كنت قلت ايه وهقول لك ايه اللي حصل في صفقه محمد علي بن رمضان. بس حصل حاجه كويسه في الصفقه دي لان بن رمضان قريب جدا من النادي الاهلي. النادي المجري وافق على تخفيض طلباته. ايه هي بقى الطلبات الجديده؟ فريق المجري طالب 2 مليون و400 الف يورو زائد 300 الف بونص وقسطين على 6 شهور. دي اللي انا قلته، ودلوقتي بقول لك محمد علي بن رمضان بنسبه 100% اهلاوي، ومستنيين بس التيك توك بتاعه النادي الاهلي وفيديو تقديم الصفقه لمحمد علي بن رمضان، وان شاء الله محمد علي بن رمضان يكسر الدنيا في النادي الاهلي. تعال اقول لك بقى العقود. محمد علي بن رمضان مضى للنادي الاهلي 4 سنين بكام يا عم سمير؟ ب 2 مليون و400 الف يورو. ده مش بس كده، في 500 الف يورو اضافات يعني بونص والحوارات دي كلها، وكمان 20% اعاده بيع. يعني النادي الاهلي خلاص خلص في الصفقه. هو ده الكلام اللي انا قلته، هو ده الكلام اللي انا قلته لما طلعت قلت فين فراغ جديده في صفقه محمد علي بن رمضان، ان الفريق المجري عايز 2 مليون و400 الف يورو. ما كدبتش عليه، والصفقه تمت ب 2 مليون و400 الف يورو، وكمان 500 الف بونص، وكمان 20% اعاده بيع. يبقى خد مني الخبر واكد عليه على طول، وزي ما قلت لك بن رمضان اهلاوي. بس كده، يلا سلام.